جسد مؤتمر التعليم والبحث العلمي للأمن السيبراني نموذج يحتذى به للتعاون بين العديد من الجهات المهتمة بتطوير الكفاءات الكويتية في الأمن السيبراني، وسعياً من جامعة الكويت لتسليط الضوء على أهمية الأمن السيبراني في البيئة الأكاديمية الحالية، وتزامن مع العمل على التطوير المستمر للمنهج الدراسي المقدم في كلية الهندسة والبترول. حديثنا اليوم راح يتناول أهمية مؤتمر التعليم والبحث العلمي الخامس. صباح الخير دكتور، يا هلا فيك معنا في برنامج صباح الخير الكويت. بالبداية كلمنا عن تنظيم جامعة الكويت وتحديدا كلية الهندسة والبترول للمؤتمر الخامس للبحث العلمي والأمن السيبراني. شلون هذا المؤتمر ممكن يزيد الوعي بأهمية الأمن السيبراني؟ المؤتمر هذا إن شاء الله راح يكون بتنظيم من شراكة بين جامعة الكويت والسفارة البريطانية وكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا وأيضا المركز الوطني للأمن السيبراني. وهدف المؤتمر هو زيادة التوعية لمخاطر الأمن السيبراني وغرس التعليم وإعطاء المعلومات المهمة للمهتم بالمجال هذا. وأيضا نحتاج خلال المؤتمر أن يهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والحكومي وأيضا بين دولة الكويت والمملكة المتحدة، طبعا هذا تحفيزا للبحث العلمي في هذا المجال. فودنا المؤتمر أن يكون هذا أهدافه عشان يطور من أمن السيبراني في الكويت عمليا ونظريا. وشنو أهم المواضيع اللي راح يتطرق لها المؤتمر؟ فالمواضيع المهمة راح تكون موجودة إن شاء الله بالمؤتمر هو أول شيء راح يكون عن الثقة والأمان الرقمي، وأيضا راح يكون في مواضيع عن الأمن، عن أمن التحكم، أمن أنظمة التحكم الصناعي، وهذا بخصوص إذا لا سمح الله صار في هجمات ضد بنية تحتية لازم يكون إحنا مستعدين عشان نتصدي هالهجمات. وأيضا راح يكون جزء كبير من المؤتمر هو مواضيع عن 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 كيفية إدخال التعليم في المناهج الدراسية عن للأمن السيبراني، مواضيع الأمن السيبراني. فهذا أهم المواضيع راح تكون عندنا، بس طبعا راح يكون في مواضيع أخرى أيضا. حلو، وشو الواحد إذا ممكن وده إنه يشارك ويسجل في هذا المؤتمر؟ فعندنا موقع يعني مفتوح وتسجيل مجاني، ممكن يسجلون يدخلون في المهتمين بالمجال هذا يسجلون، بس يحطون أساميهم والجهة المعنية ورقم التلفون والمعلومات هذه، وراح حتى ينضافون بالقائمة عشان لما يكون وقت الدخول نقدر نشيك على 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 هالتسجيل. وهل في طلبة مشاركين في هذا المؤتمر ولا بس يكتفي في الجهات الحكومية والغير حكومية؟ هو تركيزنا راح يكون إن شاء الله أكثر على الجهات الحكومية والخاصة والشركات المهتمة بهالشيء، بس طبعا هو مفتوح للكل والحاب هالمجال مثل طلبة أو باحثين عندهم الفرصة أن يسجلون فيها. دكتور أمير، خلني أسألك هذا السؤال شوي. يعني هذا المؤتمر يقام لخامس مرة. نعم. وأكيد يعني كان عندكم فيدباك ويعني كنتوا شايفين نتائج واضحة وملموسة. شنو تغير من السنوات السابقة وإلى الآن؟ فالاختلاف الأول المهم هو انضمام المركز الوطني للأمن السيبراني إلى كشريك في تنظيم المؤتمر، وهذا هذا الشراكة مهمة لأن دورهم راح يكون مهم في حماية الأمن المعلومات والموجودة بالدولة. فهذا الشيء الأول المهم. والشيء الثاني هو إحنا عارفين الحين صار في ذكاء اصطناعي، إن الموضوع صار مهم وموجود، صار أكثر شيوعا وموجود في أكثر من تطبيق. فودنا إن نشوف مثلا شنو تأثير الذكاء الاصطناعي على 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 الأمن السيبراني. ممكن يكون تأثير سلبي أو تأثير إيجابي، بس إحنا ودنا إن نشوف عن طريق المواضيع راح تقدمها المتحدثين شنو هذا التأثير يكون. حلو، تمام، يعطيك العافية دكتور أمير. الله يعافيك، مشكورة.
كانت مشاركة الأمن هي سمة مميزة للعلاقات بين المملكة المتحدة والكويت من عام 1899، والآن أكثر من أي وقت مضى. لذلك تواصل السفارة البريطانية في الكويت بشكل خاص العمل مع الشركاء الكويتيين لتقديم المؤتمر السنوي الخامس للتعليم والبحث العلمي في مجال الأمن السيبراني. يهدف هذا المؤتمر إلى الانضمام إلى الخبراء والعلماء من الجامعات والمؤسسات الخاصة والحكومية في كل من الكويت والمملكة المتحدة لمشاركة وتبادل الأفكار من أجل تطوير تعليم الأمن السيبراني والبنية التحتية. مستر بيتر، بداية شكرا لك على تواجدك معنا، وهذه فرصة لنتكلم عن العلاقة بين البلدين. خلينا نتكلم بداية عن أهمية الشراكة بين بريطانيا ودولة الكويت، وتحديدا فيما يخص الأمن السيبراني. نعم، التعاون في ميدان الأمن السيبراني هو جزء مهم في العلاقة الثنائية بين المملكة المتحدة ودولة الكويت، وأحنا فخورين بالتقدم في حال السدد. لدينا مجتمعات كثيرة في هذا الميدان، ولدينا مشاريع متنوعة خصوصا مع المركز الوطني للأمن السيبراني، لكن بالإضافة لدينا مبادرات مع المجتمع بشكل عام مثل برنامج UK Gulf Women in Cyber عشان نشجع النساء مع حياتهم المهنية. وأبي أشرح مفهوم من الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في المملكة المتحدة، يسمونه Whole of Cyber، ويعني إحنا نشمل كل المجموعات المعنية في سايبر عشان نفهم المعلومات والأفكار في الميدان، وهذا مفيد لنحمي الديرة. وفي المؤتمر احنا قمنا بدعوات كل الخبراء والعلماء من المملكة المتحدة عشان نستفيد من أفكارهم. نعم. إذا مستر بيتر، خلينا نتكلم بشكل أكبر عن تعاونكم مع جامعة الكويت في تنظيم هذا المؤتمر. قولي شلون ممكن تزيد هذه العلاقات الثنائية، وشلون ممكن الواحد يتعلم من الخبرات، خصوصا أن القائمة فيها أسماء كبيرة مختصين، شلون هذا يعزز العلاقات الثنائية؟ للسفارة دور مهم في لجنة مشتركة لتنظيم المؤتمر والبرنامج، وقمنا بدعوات كل الخبراء والعلماء من المملكة المتحدة، من الجامعات، من الحكومة، من كل أجزاء من الديرة عشان نستفيد من أفكارهم ومعلوماتهم. مستر بيتر، لاحظ من هذا المؤتمر أن كذلك هناك شراكة مع القطاع الخاص. سفارة بريطانيا حريصة على التعاون ليس فقط في الجانب الحكومي، كلمنا عن هذا التعاون المثمر. أكيد التعاون والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص شيء مهم جدا، وفي المملكة المتحدة لدينا علاقة قوية جدا، وفي المؤتمر عندنا ممثلين من القطاع الخاص عشان نستفيد من خدماتهم ومعلوماتهم، وأهم شيء نتبادل المعلومات والأفكار بين القطاعات. بالتأكيد، كل التوفيق مستر بيتر. شكرا، مع السلامة. مؤتمر التعليم والبحث العلمي يعد من أهم المؤتمرات في تطوير الأداء وتحسين الإدراك للمهتمين في هذا المجال، وهي فرصة لحضور المؤتمر اللي راح ينطلق يوم الأحد 15 أكتوبر لاكتساب العديد من الخبرات العملية في مجال الأمن السيبراني.